اليوم ان شاء الله نوجد معكم واحد الطاجين بواحد الطريقه مميزه ورائعه بطبيعه الحال. كنشد واحد المقله كنديرو فيها قليل من الزيت، كنقطعوا البصله الى قطع صغيره جدا وكنخليوها حتى كتطيح ديك البصله، او بالاحرى حتى كتشحر ديك البصله وكترجع اللون ديالها كيتبدل كيولي احمر. كنضيفوها في الطاجين، كنخليو البصله ونقلو عليها النار بطبيعه الحال، وكنشدو المطيشه كنقطعوها دوائر، كنقليوها في الزيت من الجهتين بطبيعه الحال، من الجهتين مع نار قليله بطبيعه الحال، دائما النار تكون قليله. كنقليوها من الجهتين، كنضيفوها للطاجين. من بعد ما نضيفو هاد القطع المقليه ديال الطماطم على الطاجين، كنمشيو باش كنوجدو ان شاء الله واحد القليل من الكفته، كنضيفو له القصبر، الفلفل الاحمر والكمون والملح بطبيعه الحال، قليل من زيت العود. كنديروها عباره عن واحد الكويرات، كننزلوها في الطاجين ديالنا حتى كيغطي لنا الطاجين كامل، تكون مرتبه باش ملي كتحل ديك الطماطم كتعطيها واحد اللذه اللي هي صراحه رائعه ومميزه. نتمنوا تجربوها. كنضيفوا النوع قليل من زيت العود، يكون قليل. كنخليوه نغطيو الطاجين، كنحكو الفرماج ديالنا لاننا غنحتاجوه في نهايه الطاجين. كناخذوا على بركه الله واحد جوج بيضات وقليل من الخل بطبيعه الحال، واحد الملعقه ديال الدقيق، وكنحركو جيدا حتى كيولي عباره عن واحد السائل. هذوك البيضات حتى كيرجعوا عباره عن سائل. نضيفوا له مثلا زعفران او الفلفل الاحمر يعني التحميره، كنحركو مزيان وكنضيفوهم في النهايه الى الطاجين حتى كيتملى الطاجين اخره. في النهايه كنضيفوا الفرماج ديالنا في الاعلى ديال الطاجين، وما نغطيوش الطاجين، نخليوه باش داك الفرماج كيذوب على الطاجين. وبالصحه والراحه.